حقيقة يعني سقف التوقعات من الاجتماع الذي سيكون يوم الخميس هنا في العاصمة بروكسل، ما سرب لنا حقيقة يعني هي 4 نقاط أساسية. أساس هذه النقاط: أولا، فرض المزيد من العقوبات على الأشخاص الذين لهم علاقة في هيكلية الاقتصاد الروسي في الدرجة الأولى ومراقبة هذه العقوبات. بعدين تعزيز الإجراءات الوضع الدفاعي لحلف الناتو. وبعدين رقم 3، طرح أفكار جديدة للتعامل مع أزمة الطاقة وإيجاد بديل. هذا هو بيت القصيد، وهذا السؤال الذي مفترض أن يكون يعني يجيب عليه كل قادة الاتحاد الأوروبي. طبعا استدعاء الحلول الاستثنائية بلحظات الأزمات الكبرى، دائما هذه الحلول تأتي من واقع ضعف. يعني بكل أسف غابت عن أدبيات القارة الأوروبية مسألتين مهمتين: أولا، أن هذه القارة لن تتعرض لحرب ولن تتعرض لأزمة. الآن أوروبا أمام حرب أشبه بحرب كونية الآن، فلذلك غابت الأزمة في إدارة هذا الوضع الداخلي الذي تعيشه أوروبا. ثانيا، أنه يعني مراقبة دور حلف الشمال الأطلسي ودور الناتو في أنه إيجاد صيغة بديلة الآن ممكن أن تنأى أوروبا بنفسها عن ما يجري، هذا من المستبعد. فلذلك جاء الطرح الأخير، وهو أنه إنشاء قوة أوروبية مساندة تكون إلى حلف الشمال الأطلسي، وكون بمعنى أنه هذه القوة مستعدة للدفاع عن أوروبا بإمكانيات. عفوا عفوا دكتور هشام، أنت الآن تتحدث عن قوة الرد السريع، نعم 5000 نعم جندي التي أقرها بالأمس نعم الاتحاد الأوروبي. نعم طب نعم هذه بالمناسبة يا دكتور هشام، ألا تراها بديلا عن دعوة ماكرون مثلا لإنشاء جيش أوروبي موحد بعيد عن المصالح الأمريكية؟ هذه الدعوات عمر هذه الدعوات إلى إنشاء جيش أوروبي، إلى إنشاء فرق أوروبية، إلى إنشاء مجموعات قتالية أوروبية، عمر هذا يعني عمر هذا الفكر، خلينا نقول العسكري داخل الاتحاد الأوروبي، عمره لا يقارب ما يقارب عن 20 عام. ولكن كل هذه يعني كل هذه الأفكار كلها اصطدمت في جدار الناتو، انه هل هذه القوة ستكون هي ند للناتو ام مع الناتو؟ هل انه ستسلح بنفس امكانيات الناتو او لا؟ ما هي طبيعة هذه الأجندة العسكرية التي يعني سيحملها هذا التكتل الاقتصادي، عفوا التكتل العسكري او الجناح العسكري في داخل القارة الأوروبية؟ مع مجموعة افتراضات كان المفروض ان يتم الإجابة عليها قبل أن تقع أوروبا وحلف الشمال الأطلسي في مأزق الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكن جاءت هذه يعني الحلول الاستعجالية، وجاءت هذه الحلول الافتراضية من واقع ضعف أوروبا لعدم إمكانيتها في إنه كيف تجد علاقة مستدامة بينها وبين الجانب الروسي. لحد هذه اللحظة يعني المتضرر الأول والأخير هي القارة الأوروبية من كل ما يجري أصلاً، لأن حقيقة المعركة الحقيقية التي الآن موجود الآن ما بين روسيا وأوكرانيا هي بالأساس هي معركة ما بين روسيا والولايات المتحدة، واختيرت أوكرانيا أن تكون هي أرض المعركة. فلذلك الأوروبيين عاجزين الآن عن تقديم يعني أي حل دبلوماسي، عاجزين عن إنه احتضان أي رؤية سياسية ممكن أن تنأى أوروبا بنفسها عن هذا الصدع، عن هذا الصدع وعن لا هذا الصراع المستديم ما بين الولايات المتحدة وما بين روسيا. فلذلك من يدفع الفاتورة الكبرى هي القارة الأوروبية، من لاجئين، من ارتفاع أسعار طاقة، من ركود اقتصادي داخل هذه القارة.